فيرلاميندي على الجهه اليسرى، كره ممتازه لابراهيم دياز يدخل او لصالح رودريجو. جول رودريجو ابراهيم دياز وجول. روحوا شوفوا في الاعاده اذا كان في رودريجو في اتجاه ابراهيم دياز، شافه بشكل رائع جدا ابراهيم، بروعه بيسراه سجل الهدف الاول لصالح ريال مدريد امام ماتيوس كان الساقط. نياكاتي رودريجو استلمها، راح من هنالك فالفيردي، رودريجو وصلت لفالفيردي، فالفيردي ونياكاتي يلحق عليه لوكاس فاسكيز، فالفيردي للوكاس، لوكاس خطيره خطيره خطيره. جول فعلها فينيسيوس جونيور ويسجل ثاني اهداف الريال وثاني اهدافه في دوري الابطال، هربة واحدة كانت كافية. ويفعل بالكرة هنا فالفيردي مع لوكاس فاسكيز وفينيسيوس جونيور في ظروف صعبة. لوكاس فاسكيز يرجع، رودريجو يهرب، ينطلق رودريجو 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 رودريجو.